من إقليم ودا إلى إقليم جيرا، حيث قام ابن كانتون جونغر بإقليم جيرا بشارة رينغو بجمع حصيلة المحاصيل الزراعية التي قام بزراعتها في المنطقة، الأمر الذي دافع سكان المنطقة الوقوف معه وتشجيعه لمواصلة العمل في القطاع الزراعي. تقرير عبد الله هارون بروح. جرى العادة أنه في كل عام تستغل مساحة 20 هكتار من الأراضي الزراعية من قبل ابن المنطقة لكانتو جونغر بإقليم جيرا للسيد بشار رينغو، الأمر الذي دفع سكان المنطقة على الالتفاف بأخيهم بهدف تشجيعه والتعاون معه. جيت هدير في دقنا نخلنا الأخي بشارة، أما وكذلك الأخي بشارة خرب كثير الخلة وسوى أزومة وناس كل كلموا وفروا ودقوا خلة، يعني ده بس حياة. أنا الهراتي هراتي يعني بخدم وبلقى وبفر فوق ده شغل أجيل، وممكن نتمنى نقول ونسأل أخوان الكادر الآخرين كلها لأن يسوي مش هو جايسي هم نقول خلي يهمو الرئيس الجمهورية أي ما يكيد بحج لنا، وفعلا وصي الرئيس الجمهورية بنتي هدي بس دي بس أصيحة. وتعد هذه البادرة ذات قيمة عالية لسكان المنطقة. شغل بشارة رينغو سوالينا ده شغل سمي مشي لكن ما في، لكن شغل مشي لا سنة فات بيجي زيادة، لكن السنة كان بيجي زيادة مش أنا سنة فات كمان شغل حاولوا مشي لهذا كي أنا ماشي من فلو بالدار، لكن كان يدورو أوتريتاجين أنا كانتون جونغر غيرا كان يتابو مشي الحق قهودا، يعني كانتون جونغر غيرا ده يكون فوق مرة واحدة. كما أن هناك خطوات إيجابية كبيرة قام بها السيد بشارة رينغو، بحيث وفر إمكانيات كبيرة وقام ببناء العديد من السدود للقيام بالزراعة الموسمية في عقاب عام 2009، وذلك للسماح لهم بمزاولة أنشطتهم الزراعية في أثناء موسم الخريف وما بعد الخريف وإنتاج الخضروات والفواكه بمختلف أنواعها.